مرحبا. خنزير الأرض أو ما يعرف باسمه العلمي مرموط خنزير الأرض من الثدييات الغريبة الموجودة بأفريقيا، وإلى أكثر من 15 نوع مختلف. بالرغم من صغر حجم خنزير الأرض إلا أنه وزنه ممكن يوصل لوزن إنسان، يعني لحدود 60 كيلوغرام. بيتميز مرموط خنزير الأرض بأرجله القصيرة والبدينة وأذنين كبار وظهره المقوس بشكل بارز، بالإضافة لحاسة الشم القوية جداً يلي ربنا عطاياها. بيحتاج حيوان كبير مثل مرموط خنزير الأرض لجحر واسع نسبياً، وبالإضافة لجحره الكبير الأساسي يلي بيحفره ليعيش فيه، بيحفر جحور صغيرة تانية حوله حتى يستريح فيها. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون بين الصحة والغائم جزئياً بشكل عام، عم بيكون سديمي حار نسبياً بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم ترتفع شوي حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بشوي في أغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون متقلبة لجنوبية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 28 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 40 و80%، والبحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 28 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون جونا غائم جزئياً، ودرجات الحرارة فيه عم بتسجل الدنيا 15 العليا 33. أما هلأ فرح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الجنوبية بالسويدة. جونا عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل لل 31 درجة. بدرعا درجات الحرارة عم تتراوح بين 16 و 33 وبالقنيطرة بين 15 و 30 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 17 و 34 درجة. على الساحل بطرطوس واللاذقية طقسنا عم بيكون غائم جزئياً، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 22 و 31 درجة باللاذقية، وبلواء اسكندرون عم توصل ل 30 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة بحلب عم بتسجل الدنيا 18 العليا 33. أخيراً رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بمدينة الرقة الجو عم بيكون سديمي، وبالحسكه صح ومشمس، ودرجات الحراره عم تتراوح بين 19 و 36. اما بدير الزور فالطقس مكفي سديمي، ودرجات الحراره فيه عم توصل ل 37 درجه. هاي كانت اخبار طقسنا للساعات الجايه. لتعرفوا تفاصيل اكثر عن طقس الاسبوع انطروني بكره. باي.